سيداتي يا نساتي، سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الذي نترقب جميعا في هذه 90 دقيقة الغير عادية. دائما ما كانت مباراة الديربي لها أهميتها وحديث المشجعين ويتكلمون عنها قبل إقامتها حتى بأيام بأسابيع وبعدها بأيام بأسابيع. الفريق الفائز في هذه المباراة سيكون أو سيعيش يوم غير عادي مع جماهيره بالتأكيد. يا إلهي، أجواء كبيرة جدا في مدينة مانشستر الإنجليزية هنا في معقل مان يونايتد، ملعب أولد ترافورد أو كما يقال عنه مسرح الأحلام. البداية إذن، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، ينطلق إلى الأمام بسرعة ويلعب العرضية، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. هندرسون، كايتا، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. حصلوا على رمية جانبية. جوردن هندرسون، كرة خطيرة، ساديو ماني، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. محمد صلاح، إيمانيا ماتيتش، برونو فرنانديز، بول بوغبا، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يمر ويلعب كرة بينية. لوك شو، غرينوود يحاول تمريرها من بين المدافعين. ديفيد دخيا يبعد الكرة عن مناطقه. محمد صلاح، هندرسون، يحصل عليها برونو فرنانديز. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يتواصل اللاعب برمية تماس. شوف بول بوغبا، خسر المواجهة أمام خصمه. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم،
برونو فرنانديز. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى. ابداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ماتيب، رونالدو، جرينوود، برونو فرنانديز، وجرينوود. ساديو ماني. كرة طولية من الحارس. اليوم الأداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. أرنولد، كايتا، لمسة على اليسار، كرة تمر بسلام على المدافعين. كايتا بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره، يحاول تسديده في اتجاه المرمى. تصدي رائع جدا من الحارس، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. الكرة ملعوبة من مسافة. هندرسون، ساديو ماني، لمسة بينية. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. ساديو ماني ينجح في ابعاد الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. بول بوجبا، رافائيل فاران، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمد قدمه ويقطع الكرة. كايتا يتسبب في خطأ. روبرتسون يلعب كرة على اليسار. ماني، لوك شو، بينية إلى كريستيانو رونالدو. تحرك جميل، كرة معه الآن. ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ ساديو ماني يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقافه اليوم. وستكون هنا رمية تماس. بول بوجبا، كريستيانو رونالدو، واضح المعاناة في التمرير، كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. ماتيب يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. تغيير جميل للعب، واحد ضد واحد. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، روعة روعة روعة. الكرة في المرمى.
تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية. ليفربول يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. أندرسون، فان دايك، كايتا، أندرسون، كرة جميلة، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. أخطأ لكنها مرت بسلام. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. مسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، مانشستر يونايتد لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض، على العودة. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، يلعب رمية التماس. هندرسون، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ غرينوود، لوك شو، رافائيل فاران، غرينوود، كرة طويلة للأمام، كرة من جهة اليمين. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. ساديو ماني، كايتا، يلعب كرة طولية إلى الأمام. لعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. رافائيل فاران يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. بول بوغبا، كرة طولية إلى الأمام، يحاول فك شف. غرينوود، الله على هذا التألق لحارس رائع، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. برونو فرنانديز يلعبها قصيرة. برونو فرنانديز، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. ماتيب، هندرسون، أرنولد، محمد صلاح، الله على اللعبة الجميلة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم.
وينجح في استعادة الكرة سريعا. هندرسون. هندرسون. ماني. تحكم مذهل بالكرة. روبرتسون. هندرسون. هندرسون. سوء الحظ يلازم في هذا اليوم. بول بوجبا. إيمانيا ماتيتش. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. روبرتسون يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة طويلة، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. كرة إلى الأمام وصلت إليه، يلعب كرة بينية، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. ماتيب يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو سددها بشكل قوي وفي مكان صعب، لكن حارس المرمى كسر كل هذه المحاولات. فرنانديز. جرينوود. عدت الكرة. كريستيانو رونالدو يلعب كرة الجانب الأيمن. تمريرة جميلة. لديه فرصة عرضية من الجانب. كرة ملعوبة إلى جرينوود. محمد صلاح. إمكانية مرتدة الآن. محمد صلاح. هندرسون. هندرسون لمسة على اليسار. كرة بالعرض. الكرة بعد ذلك فيها تسلل. الحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. أرنولد. كيتا. هندرسون. كيتا. أرنولد. مرت الكرة، فاتت ومرت وصلت إليه، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كيتا. محمد صلاح. محمد صلاح. اختبار صعب جدا على الحارس. تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. بول بوجبا. شو، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات. دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. يلعبها طولية، قد تكون هذه فرصته. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها.
ينجح في ابعاد الكره. كريستيانو رونالدو يجب ان يكون اكثر سرعه في اللعب، محاوله للتدارك في الوقت الاخير. ربما الفرصة الأخيرة، هل ينجح في استغلالها؟ بول بوجبا، شوف بول بوجبا، اللحظات الأخيرة، الأمال مشتعلة، ولكن علي برونو فرنانديز ردة فعلها سريعة جدا. يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم، بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. حانت لحظة الوداع اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحيات فادي العتيبي، إلى اللقاء.